خلاص بقى يا هالة، خلاص بقى، مش وقته الكلام ده. انا هقعد اتحايل عليك كتير؟ لا وقته. انا عايز اعرف هتطلقني امتى. انسي الكلام ده خالص، احنا في ما بيننا حنين، ودلوقتي مروان اهو بسم الله ما شاء الله. كل اللي بيننا خلص؟ لا ما خلص، انت مراتي وانا بحبك. وبعدين بقى اللي انا عملته فيك انت رديتيهولي وبزياده كمان. ما عشان خاطر اللي عملناه في بعض ما ينفعش نعيش سوا تحت سقف واحد. يا هلا انا هتغير والله، ثلاثه هتغير. وميسة غلبانة، أنا بس مستحرم إن أنا بهدلها معايا وأطلقها. لو حكمت قوي يعني هشوف لها صرف. مش مكسوف من اللي أنت بتقوله يا أخي؟ القرف ده قرف. ما تسيبني في حالي بقى. مش هسيبك يا هلا، ولو سبتك إيه ذنب العيال؟ إيه ذنب حنين ومروان؟ آه هي دي حجتك، العيال قال يعني بتفكر فيهم قوي. بص يا إبراهيم، العيال تعيش بين أب وأم منفصلين بس بينهم احترام أحسن ما يعيشوا ما بيننا وإحنا مش طايقين نبص في خلقة بعض كده. يا هلا، طب اسمعيها مني كلمة بقى، طلاق أنا مش هطلق، أنت سامعاني؟ ده آخر كلام عندي.